تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الأربعاء المتخمس. اليوم آخر يوم إن شاء الله في هذا الأسبوع، غدا الخميس، هو خميس ونيس، ولكن اليوم حتى أربعاء استوى أربعاء ونيس لأن الخميس إجازة. فأول شيء أهنيكم بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، وأتمنى لكم إن شاء الله أعوام مديدة مليئة بالصحة والإيجابية والسعادة. واللي مداومين إن شاء الله باكر، هاي تحية لهم، يعطيكم ألف عافية. مثل ما دائما أقول، أنتم جنود تخدمون هذا الوطن ولكم الأجر إن شاء الله. مو لازم أكون جندي على خط القتال، ممكن أكون جندي في عملي أو أدي وظيفتي بينما الناس نايمة مرتاحة في بيوتها، فلكم الأجر إن شاء الله. ولا تخافون، اللي بيداوم هالإجازة أكيد بتي إجازات أخرى بتكون أنت مو بعد دوام وغيرك قاعد يداوم، فلا تزعلون. أهم شيء اخدموا وطنكم بحب وبإيجابية و قدرتكم كاملة، وبعد هذا روحوا استانسوا وغيروا جو. فنصبح عليكم الخير من خلال برنامجكم، برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعتنا المتميزة دائما وأبدا، إذاعة نور دبي. معي دائما وأبدا في الإخراج ناصر السليمي، صباحك ورد يا ناصر، وفي التنسيق ميرا الغفلي، صباحك ورد يا أم خليفة. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا. زميلي محمود احنا نسينا طريق له الأسبوع، يعني هو بعده إن شاء الله غير موجود. كلان نمر لا بعدني شفته أمس، ما كلان نمر الحين، ما صادفنا التقى بالنمر السيبيري يا ناصر للأسف، فاحتمال إن شاء الله بينضم لنا الأسبوع القادم. فأذكركم أولا بأرقام التواصل قبل ما ننتقل لوسائل التواصل على 600-55-1414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. فإحنا ننتقل على طول لمواقع التواصل الاجتماعي ونشوف أسماء شو عندها لنا اليوم. صباحك ورد يا أسماء. صبحتم الله بالنور سو دكتورة ندى وعلى كل المستمعين. اليوم إلا شوي دامنا هو الأربعاء المتخمس، فنتمناهم يوم سعيد إن شاء الله، والله يقوي الناس اللي بيداوم باكر إن شاء الله. نحن ذكرنا أمس كنا حاطين سؤال في قنوات التواصل الاجتماعي، هل تثق بالإعلانات الترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ على تويتر 89% قالوا لا، لكن للأسف أن في 11% قالوا نعم يثقون بالإعلانات الترويجية اللي تكون عبر قنوات التواصل الاجتماعي. وحتى لو كان 11% نسبة بسيطة، لكن أيضا هذا يعني أنهم سيتضررون من، يعني في أشخاص ممكن يتضررون من الإعلانات اللي أحيانا تكون غير صحيحة. صحيح. على الإنستغرام كانت نسبة اللي النعم أكثر، 16% من الأشخاص قالوا نعم نثق بالإعلانات الترويجية عبر قنوات التواصل الاجتماعي. هشكلهم ما انقرصوا للحين عشان شيء من الإعلانات. وفعلا دكتورة في بعض الأشخاص مو بس يعني مو بس الإعلانات اللي تكون مثلا كتسويقية، لكن حتى بعض الأشخاص من يعني المعروفين في قنوات التواصل الاجتماعي يروجوا لكريمات المؤثرين. نعم. يخلطون كريمات مع بعض. في أشخاص فعلا يهم تتشوه في جزء من جسمهم، في بعضهم تضرروا وتضرر الوجه كامل، لكن يعني يعطونهم نصايح الكريمات فيها كورتيزون، يعني هذا شيء وايد كبير. فدائما ننصح ان يعني في النصيحة اللي حطيناها أمس ونحن مستمرين بنصايحنا يوم الخميس، لا تنساق نحو الإعلانات التسويقية عبر قنوات التواصل الاجتماعي، بل اجعل الجهات الرسمية هي مصدرك المعلومة. صحيح. وأيضا نحن نتمنى من الأشخاص أن إذا واحد قال أو جهة قالت لهم يعني من الشركات أن مرخص من مثل الأشياء التخسيس والمكملات الغذائية، القطاع الطبي ما يرخص، يعني هي صح ما ترخص المنتجات الغذائية، لكن هذا من اختصاص بلدية دبي. فنشوف الحسابات يقول مرخص من هيئة الصحة بدبي، لا هذا مش مرخص من هيئة الصحة، نحن مرخص المنتجات الغذائية بالضبط. فنحن نتمنى منهم أن دائما يرجعون للجهة المختصة أن يأخذون منها المعلومات الخاصة بهم. صحيح. أيضا نحن يعني اليوم نزل حوار جدا مهم مع دكتور يونس كامل المدير التنفيذي لمؤسسة الرعاية الصحية، في حوار خاص مع صحيفة البيان.
الحوار يتكلم عن مشاريع الهيئة المستقبلية، عن توسعات المستشفيات، عن المراكز الجديدة اللي راح تفتح، من ضمنها مركز دبي للسرطان اللي راح يكون راح يشمل كل علاج السرطان في مكان واحد. ففي وايد أشياء مشاريع مهمة جدا للجمهور إنه يعرفها عن مشاريعنا القادمة لتوفير لهم الصحة والخدمات اللي يتمنونها. صحيح. وأكثر. رسالة إيجابية أسمى. رسالة إيجابية نختم فيها، اختم أسبوع عملك بإنجاز كل المهام التي لديك، وابدأ عطلتك الأسبوعية وأنت مرتاح البال. دائما الأشياء البندنج صراحة متعبة للنفسية، حاول تخلص كل شيء، لو تتأخر شوي في الدوام لكن خلص كل شيء وابدأ عطلتك وأنت مرتاح. جميل، شكرا، شكرا لك يا أسماء، وأتمنى لك إن شاء الله إجازة سعيدة. معنا أسماء بتكون داوم معنا تقريبا أمس باكر، أمس باكر. نروح الحين لدراستنا. الدراسة تقول فيروس ينتقل عبر اللمس يضاعف خطر الإصابة بأمراض القلب. توصل بحث جديد إلى أن فيروسا غير ضار يحمله حوالي نصف البالغين يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب. شو هو الفيروس؟ اسمه CMV. يقول البحث أن الإصابة بعدوى الفيروس المضخم للخلايا، وهذا الفيروس من عائلة فيروس الهربيس، ينتقل من شخص إلى آخر عبر اللمس أو عن طريق سوائل الجسم مثل الدم واللعاب، ويجعل الشخص أكثر عرضة بنسبة 20% للإصابة بأمراض القلب. يزيد الفيروس من عدد الخلايا المناعية في دم المصاب، وترتبط هذه الخلايا بتراكم اللويحات في الشرايين والتي يمكن أن تمنع الدم من الوصول إلى القلب. قالت الدكتورة أليخاندرا بيرا من كلية برايتون ومدرسة ساسكس الطبية إن عملنا يبين أن الإصابة بالفيروس المضخم للخلايا هي المسؤولة عن تراكم أعداد كبيرة من الخلايا المناعية المرتبطة بأمراض القلب التاجية، وأضافت أنه مؤشر أقوى على خطر الوفاة بأمراض القلب أكثر من التقدم في العمر. وحقق الباحثون في كيفية تأثير عدوى الفيروس المضخم للخلايا على صحة قلب الشخص ومخاطر الوفاة المبكرة، وقاموا بتحليل 215 من الأشخاص الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و94 عاما، وكذلك 27 مشاركا آخرين تتراوح أعمارهم بين 19 إلى 32 سنة. يعتقد الباحثون أن علاج المرضى المصابين بالفيروس المضخم للخلايا بالعلاجات المضادة للفيروسات قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. طبعا دراسة باختصار تقول أن هناك فيروس يحمل الكثير من الناس، وهذا الفيروس ما في أي أعراض، لكن هذا الفيروس يسبب زيادة في عدد الخلايا المناعية في دم المصاب، ولسبب تراكم الألواح، وبالتالي ممكن يعرض الشخص إصابة بنوبات القلب. وجود طبعا مثل الفيروسات كثير من الناس عندهم، مثل ما قلنا ما عندهم أي أعراض، لكن نسأل إن شاء الله السلامة للجميع. أنا راح أطلع فاصل، بعد الفاصل راح أقرأ رسائلكم على الإنستغرام ونكمل باقي فقرات برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. على السريع بمر على الإنستغرام قبل ما ناخذ ضيفنا. صباح الخير دكتورة ندى، وين محمود؟ محمود مسافر. لازم أي منتج صحي يكون مرخص من وزارة الصحة، طبيعي أي منتج صحي، ولكن الأغذية من وزارة تكون من البلدية. نورة دكتورة، شكرا، يعطيك العافية دكتورة، شكرا، الله يعافيكم. صباح الورد عليكم جميعا. أحب أروح لموضوع جميل، بنتكلم عن الخطوات اللازم اتخاذها في حال بتر طرف لا سمح الله بسبب الحوادث قبل وصول الإسعاف أو زيارة المستشفى. شو مفروض نسوي عشان نحافظ على هذا الطرف وما نفقده؟ بيكون معانا إن شاء الله عن طريق الهاتف الدكتور خالد العوضي، رئيس شعبة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في قسم الإصابات والعظام في مستشفى راشد. صباحك ورد دكتور. صباح النور ياسمين، كيف حالك؟ بخير الله يسلمك، نورتنا. معنا كان خاطرنا تكون معانا بس ندري مشاغلك وعندك عمليات جراحية، فما بنأخرك إن شاء الله. لا أبدا، تحت أمركم، ما تقصر دكتور. نبتدي دكتور، أول شيء الحوادث اللي تستوي ممكن في البيت، في المدرسة، في ملعب، صار في بتر لإصبع اليد لإصبع القدم، شو الطريقة الصحيحة؟ شو لازم يتصرفون الناس اللي ما لهم خبرة طبية لما يوصل إسعاف أو لما يوصلون للمستشفى؟ نعم، مهم جدا أن المريض والطرف المبتور يتم معاملته بطريقة سليمة من غير ما أن يتعرض لأي عوامل هوائية أو جوية أو تكون مكشوفة للجو، لأن احتمال
ان المنطقه المبتوره تنشف ويصير فيها نوع من الضمور والتلف كبيره جدا. نعم. فالمريض عنده بتر مثلا في اصبعه مهم جدا ان المنطقه المصابه تتنظف بطريقه سليمه وتتلف بشاش معقم عشان نمنع النزيف ويجي على طول عندنا المستشفى. بالنسبه للطرف المبتور مهم جدا انه يغسل بماء معقم كميه كبيره وبعدين يلف بشاش معقم. نعم. وينحط في كيس جاف ما في شيء. الكيس هذا مع الطرف المبتور يحط او يوضع في كيس ثاني مليان ماء متجمد. نعم. كثير من الناس لما يصير عندهم البتر او يحاولون يحافظون على الجزء المبتور يحطون القطعه المبتوره في كيس او صندوق مليان ثلج. هذا شفناه في الافلام دائما يحطون الصبع المبتور. نعم. في الثلج نفسه يعني. في الثلج نفسه. نعم. فاللي يصير في هالحاله ان الانسجه في الجزء المبتور تبدا تصاب بتلف شديد لان السوائل اللي فيها يحصل فيها نوع من التجمد. نعم. وشيء نسميه كريستلايزيشن او تتكون قطع متجمده مثل الثلج داخل الخلايا. نعم. هالقطع هذه تأثر على الخلية وتؤدي إلى موت الخلية مباشرة. فحتى لو صرنا أن قدرنا نوصل الدم للجزء المبتور الأنسجة اللي فيها تكون ميتة وتبدأ تموت ويصير فيها غرغرينة. نعم. فمهم جدا أن القطعة المبتورة ما تكون في ماء مغموس في ماء أو موضوع بطريقة مباشرة على الثلج. جميل. دكتور ما هي فرص ان اي عضو مبتور كان سواء كان اصبع او يد او غيره انه ممكن يرجع انه يتم وصله يعني بالجسم ويرجع لوظائفه، وكم نسبه انه ممكن بعد ما نوصله بالعمليه الجراحيه انه ممكن يرجع لوظيفته 100%؟ نعم. الحين يعتمد على وضع الجزء المبتور، وضع المريض نفسه صحيا، عمر المريض. لو كان الجزء المبتور بتر حاد بحيث ان الانسجه بعدها سليمه احتمال ان الانسجه هذه نرجعها مره ثانيه 90%. نعم. كل ما الجزء هذا يكون تالف وصاير فيه تهتك يبقى احتمال ان نرجعه اقل بكثير. نعم. في بعض الاصابع دائما نعطيهم الموضع الاول ان الاولويه، حتى لو الاولويه بالضبط. نعم. حتى لو كان في تهتك في الانسجه مثل اصبع الابهام. وظيفة اليد يعتمد كثير، 50% من الوظيفة يعتمد على الإبهام. صحيح. لو الإبهام مو موجود الأصابع الثانية ما تقدر تشتغل بروحة وتمسك القلم أو مفتاح أو كوب. نعم. الإبهام مهم جدا، فحتى لو صار فيه تهتك نحاول نرده، لكن الأصابع الثانية لو فيها تهتك دائما احنا نقول الوظيفة قبل الشكل. صحيح. فمهم جدا أن الجزء اللي نرده يكون يشتغل يتحرك ويكون بالضبط. فيه إحساس. من غير هذه الأشياء ما في يعني مو مهم انه بس نوصل الدم. مهم جدا ان الحركه تكون موجوده، فلو شفنا ان الحركه ما بترجع للمريض هذا بسبب تهتك شديد في الانسجه نقول لا، ما نفضل ان نرجع الاصبع هذا ونحاول نعمل نوع من تضميض الجرح والخياطه بحيث ان الجرح يلتئم خلال اسبوعين. الحين مهم جدا بعد نقطه انت ذكرتيها اختي، متى المريض يجي عندنا المستشفى؟ المريض لازم يجي باسرع ما يمكن. الجزء المبتور لو كان اصبع نعم. نقدر نرده خلال 6 ساعات ل 12 ساعة. لكن لو كان البتر صاير على مستوى الساعد أو الكوع أو في الكتف العضلات اللي في الجزء المبتور كمية كبيرة وحجمها كبير. نعم. العضلات ما تتحمل عدم وصول الدم والأكسجين لها لفترة طويلة، فخلال 3 ساعات تبدأ العضلات هذه تتلف، فلازم يكون قبل 3 ساعات نوصل الدم والشرايين للجزء المبتور. نعم. دكتور شو أهم أسباب البتر؟ يعني بحالات تمر عليكم شو أهم الأسباب اللي تؤدي لبتر أي عضو أو أي طرف في الإنسان؟ نعم. يعتمد على عمر المريض. الأطفال أكثر سبب يصير عندهم البتر إن صبعهم يكون صار ما بين ظرفة الباب أو باب حديد وصار البتر. إن بالخطأ حد هو يالسلعة في الحديقة. نعم. فتفكر باب وربيع صبع في الباب من غير ما ينتبهون. هذا أكثر سبب إحنا نشوفه لبتور الأصابع. نعم. باب السيارة حتى تصير كثير إن بالغلط الطفل حاط إيده والباب يتفكر على صبعه ويصير البتر. نعم. بالنسبة للبالغين والكبار أكثر سبب إصابات العمل اللي نشوفه يشتغل على جهاز
ما كان منتبه ان الجهاز مو منطفي وحط ايده في الجهاز صار البتر. ثاني سبب احنا نشوفه في الكبار اصابات حوادث السيارات، هذه الاسباب الاكثر اللي تؤدي لبتور الاصابع. نعم دكتور، انت حضرتك رئيس شعبة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، شو فرق بين جراحة اليد والجراحة الميكروسكوبية؟ هل هم مختلفين ولا اصلا هم جراحة اليد تعتبر ميكروسكوبية بينما مساحة اليد يعني صغيرة؟ نعم، معظم الجراحات اللي نسوى في اليد هي جراحات ميكروسكوبية، الأنسجة الموجودة عندنا جدا صغيرة، فالشريان مثلا اللي احنا نخيطه في الصبع عرضه او القطر ماله تقريبا 2 ملي، هذا الحجم الكبير في الكبار، في الاطفال يوصل نص ملي قطر الشريان هذا. نعم، شيء الواحد ما ممكن يشوفه بطريقه الا تحت الميكروسكوب. فعشان شيء معظم الحالات هذه نسميها جراحات ميكروسكوبيه لان نعملها باستعمال الميكروسكوب. جميل. دكتور خالد، عطنا نبذة عن الخدمات اللي تقدمونها بشكل عام في مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في مستشفى راشد. نعم، الشعبة عندنا هي عبارة عن شعبة يضم دكاترة من تخصص جراحة العظام وجراحة التجميل، كلهم متخصصين فقط في جراحة اليد، يعني طبيب العظام أو طبيب التجميل بس يسوي شغل جراحة يد ويقدم كل الخدمات اللي تشمل أصابات البتور، تشوهات الخلقية عند الأطفال، التهابات المفاصل، قطع الأوتار، مناظير المفاصل، هذه كل الأشياء اللي احنا نسوى في القسم عندنا. فمعظم الدكاترة عندنا متخصصين تخصص كامل في جراحة اليد وعندهم مثل ما أقول سب سبيشلت أو دراسات عليا في جراحة اليد. نعم دكتور، كم عدد العمليات الجراحية؟ إحنا شوي نعطي شوي أرقام للمستمعين عشان يعرفون حجم ما شاء الله العمليات اللي تتم في مستشفى راشد. فكم عدد العمليات الجراحية لإعادة سواء كان يد أو ذراع أو إصبع تم بتره في حوادث قام فيها مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في مستشفى راشد؟ احنا شهريا في حدود ال 120 ل 150 جراحه نسوها في مجال جراحه اليد، مو بالبتور، كل الجراحات اللي تشمل اليد والمفصل الرسخ والساعد. من البتور احنا تقريبا نتينا حاله لحالتين اسبوعيا بتور اصابع نسوها. فبمعدل تقريبا 4 ل 8 حالات شهريا، وتقريبا على في السنه الواحده تينا تقريبا 30 ل 50 حالة بتور بتر كامل. غير الإصابات اللي تكون عندها الشريان والأوردة مقطوعة لكن الإصبع ما زال متصل، فهذه بعد تعتبر من الجراحات الترميمية الميكروسكوبية، إن نرد الشرايين مكانها عشان الدم يوصل للجزء المقطوع. حسب آخر دراسة احنا سويناها عدد العمليات اللي سويناها في مستشفى راشد كان 1658 حالة في سنة كاملة. جميل. مثل ما قلت بمعدل 120 ل 150 حالة في الشهر. نعم دكتور، في كلمة أخيرة حابة تشاركها معنا؟ نصيحة، دعوة؟ مثل ما قلنا مهم جدا أن لما تصير إصابة بتر عند الأطفال أن الأهل ما يتوتروا ويضيعوا وقت مهم جدا. من وقت الإصابة لحد ما يوصلون. فبسرعة يجيبوا المريض على المستشفى، ينظفوا الجرح، الجزء المبتور يلفوها بشاش، والجزء المقطوع يجيبوها في كيس معقم محطوط في كيس ثاني مليان ماء عشان نقدر نرد الإصابة الجزء هذا بأسرع ما يمكن. جميل، شاكرا لك دكتور خالد العوضي، رئيس شعبة جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية في قسم الإصابات والعظام في مستشفى راشد. وجودك معنا اليوم عن طريق الهاتف كان حوار شيق، أتمنى لك نهار سعيد. الله يحفظكم. شكرا لك. شكرا. طبعا سمعت الحوار مع دكتور خالد، وهي نصيحة بما أن الحين مع المدارس ما شاء الله ما دائما يكونون يعني تكثر الحوادث مع المدارس، أنا أحس يعني الصيف شوي يكون وضع أهدى، ولكل فترة لها يعني مثل ما يقول إصاباتها الخاصة. مثلا في الصيف دائما عندنا إصابات المسابح، السقوط، لما يجي تلم المدارس يكون في إصابات من نوع مختلف، وأتوقع ممكن إصاباتها تكون أكثر سواء كان في المدرسة، في الملاعب، في البيت. فهذه نصيحة لكل أمهات مثل ما تفضل دكتور خالد، إنه ضروري جدا إنه في حال حدوث بتر الإصبع أو قطع عميق أو أيا كان، إن الأم تحافظ على مثل ما يقول رباطة
جاء شهام معنا. أدري أن يكون وايد صعب لو أم لا سمح الله شافت ولدها صبعة مقطوعة أو إذا مقطوعة يكون جدا صعب، لكن حسن التصرف مثل هالأوقات ترى يساهم في إنقاذ الحياة ويساهم في أن الجزء المبتور يرجع لوظيفته، ما بنقول 100% حتى لو كان 90%، طبعا الهدف في النهاية أن الطفل يرجع لحياته الطبيعية. فتأكدوا دائما أن تكونون يعني مهيئين اللي سمح الله تسوي مثل هالمواقف. في ناس ممكن تسوي مواقف حتى من كثر الربكة ما يعرفوا يتصلوا في الإسعاف، ما فيها مشكلة وتصلتوا في الإسعاف. إذا أنتوا حسيتوا أنك مثلا أنت روحك وغير قادرة على الوصول للمستشفى وممكن من التوتر اللي أنت فيه ومن الخوف أنه ممكن ما تقدر توصلين بالسلام، اتصلوا في الإسعاف، خدمات الإسعاف موجودة لكم. الهدف في النهاية هو نوصل مريض للمستشفى أسرع وقت، ولكن أكيد يوصل بسلام. ونتمنى طبعا السلام للجميع، للأطفال والكبار والأمهات، والله لا يوريكم إن شاء الله مكروه في أي شخص. نطلع إن شاء الله الحين فاصل، وعقب الفاصل عندنا موضوع وايد جميل عن المدارس، لازلنا في موضوع المدارس من الحين، المدارس يعني موضوع ساخن. بنتكلم بيكون معنا دكتور حامد يحيى عيسى حسين، أخصائي أول معاون مدير صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في هيئة الصحة بدبي، بيكلمنا عن أهمية التطعيم وأخذ التطعيم وبعض المواضيع اللي تتعلق بالمدارس. فعندكم أي أسئلة تواصلوا معنا على 600-5514-14 ورسائل نصية على 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل على 600-5514-14 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. مثل ما كنت أقولكم قبل الفاصل، بنتكلم عن موضوع يتعلق بالمدارس، واليوم تركيزنا الأساسي عن أهمية التطعيمات أو التحصينات لطلاب المدارس بمناسبة هالعودة للمدارس طبعا، وليش لازم ناخذ التطعيمات وشو الأمراض نقدر نحمي أطفالنا منها بالتطعيم وغير الأسئلة. فمعانا إن شاء الله في الاستوديو بيكون الدكتور حامد يحيى حسين، أخصائي أول معاون مدير صحة المدارس والمؤسسات التعليمية بهيئة الصحة بدبي. صباحك ورد دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. هلا فيك. نبتدي من البداية أولا مع العودة للمدارس طبعا، دائما ترد أسئلة الأمهات، شو مفروض شو التطعيمات لازم أعطيها لطفلي وليش لازم يأخذ هذه التطعيمات أو التحصينات؟ سؤال مهم جدا، وإحنا نتمنى يعني أن نجاوب على هذا السؤال حتى ننور الجمهور الكريم في 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 ما يخص موضوع أهمية التطعيمات. التطعيمات موضوع مهم جدا، واحد يعتبر واحد من أهم الإنجازات اللي حققها الطب بشكل عام وحققتها البشرية خلال 100 سنة الأخيرة، لأنه استطاعت أن تخفض معدلات الوفيات والإصابات بمعدلات عالية جدا. التطعيمات مخصصة للوقاية من الأمراض المعدية. الأمراض المعدية كانت تأتي إلى البشرية في موجات كبيرة وتأخذ ملايين من الناس معها كإصابات وكوفيات، لكن بعد أن استطاعت البشرية أن تبتكر نظام أو تتوصل إلى نظام التلقيحات أو التطعيمات، انخفضت معدلات الوفيات والإصابات بشكل كبير جدا. في قسم من دول العالم بدأت تصل حتى إلى مستويات متدنية جدا، تصل إلى مستوى الصفر إذا ما استطعنا أن نضمن تحصين كامل وفعال وتغطية كبيرة لهذه المجموعة المعرضة للإصابة بالأمراض المعدية، اللي هي مجموعة الأطفال. ومجموعة الأطفال تنقسم إلى قسمين، اللي هي ما قبل 5 سنوات اللي يأخذون عادة تطعيماتهم في المراكز الصحية، في قسم صحة الطفل، نعم. والمجموعة الثانية هي ما بعد 5 سنوات إلى 17 سنة اللي هي يأخذوه في قسم صحة المدارس. نعم. وفي يوجد هناك جدول يسمى الجدول الوطني للتلقيحات، معتمد في دولة الإمارات العربية المتحدة ومطبق أيضا في الإمارة في دبي. وهذا الجدول فيه متطلبات، هو مطبوع ومعروف ومنشور أيضا. نعم. وممكن لكل جمهور الوصول إليه والاطلاع عليه، وبتفاصيل حسب الأعمار وحسب اللقاحات لكل طفل شو يحتاج وفي أي وقت يحتاج هذا اللقاح. ممتاز. دكتور حامد، شو أهمية إن الواحد يأخذ لقاح؟ في كثير من الأمهات تقول أنا ضد اللقاحات، ما بعطي طفلي أي لقاح، ما يحتاج، خلي كون مناعة طبيعية من الإصابة للمرض. شو رأيك في هالكلام؟ الإصابة للمرض مو دائما أمر سليم، يعني الإصابة بالمرض قد يؤدي
أنا أقول قد يؤدي إلى الوفاة يعني. نعم. فقسم من الأمراض أمراض فتاكة تعتبر، وخاصة أمراض الطفولة تسمى بأمراض الطفولة القاتلة. صحيح. في يعني صح قسم من الأمراض بسيطة قد يتعرض لها الطفل ويأخذ مناعة مدى الحياة مثل المرض الجذري. نعم. ولكن ليست كل إصابة ممكن تكون خفيفة، ممكن قسم الإصابة تكون شديدة جدا بالضبط. وتنطوي على مضاعفات شديدة جدا وقد تؤدي إلى الوفاة. فإحنا لا نفترض أن الطفل يتعرض إلى الإصابة لكي تحصل عند المناعة بالضبط. إحنا يجب أن نمنع الطفل، يجب أن نحصن الطفل من خلال إعطائه اللقاح المناسب اللي هو لقاح أمين ولقاح مفيد جدا ولقاح يكسب الطفل يحافظ على صحته ويكسب الطفل المناعة مؤكدة ضد. نعم. أمراض الطفولة القاتلة بلا شك، وفقا لكل التجارب الماضية ووفقا لكل البحوث والدراسات التي أثبتت هذه الحقيقة بدون شك وبدون موارد. جميل. دكتور، شو دور الأهل بخصوص التطعيمات مع المدارس؟ يعني كيف مفروض المدرسة والأهل يعملون مع بعض للتأكد من الطفل رح ياخذ كل التطعيمات الخاصة فيه؟ يعني هذه واحدة من القضايا الأساسية احنا اللي نتكلم بها. احنا نعم. نؤمن تماما بموضوع الشراكة بين الأهل وبين الجهات الصحية. صحيح. يعني نتمنى أن يكون العمل يدا بيد بين الآباء والأمهات والعوائل وبين الجهات الصحية اللي هي هيئة الصحة في دبي وقسم صحة المدارس وما إلى ذلك. نعم. بدون شراكة حقيقية وبدون تعاون حقيقي ما نقدر نصل إلى النتائج المطلوبة. يعني إحنا في هيئة الصحة في دبي لدينا برنامج طموح وبرنامج. نعم. ناجح وبرنامج علمي، وهذا البرنامج مدعوم من قبل منظمة الصحة العالمية وبرنامج معتمد على في كافة أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة. وهذا البرنامج ما نستطيع أن نحقق ونصل إلى النتائج المطلوبة من تحقيق هذا البرنامج بدون مساعدة الأهالي والآباء والعوائل الكريمة، لأنه هم احنا في عندنا صيغه نعتمد موضوع على سبيل المثال الكونسنت اللي هو موافقه الاهل. نعم. يعني احنا قبل ما نعطي طفل لقاح نطلب موافقه الاهل، نبعث للاهل ورقه ونشرح لهم الاحتياجات طفلهم الى هذا اللقاح. نعم. ونطلب موافقتهم. يعني نتمنى دائما أن العوائل تتعاون معنا بإعطائها الموافقة، بدون موافقتهم احنا ما نقدر نعطي. نعم. ولذلك عملية التغطية، نسب التغطية باللقاحات للأطفال المطلوب أن نصل إحنا إلى 95% من نسبة التغطية حسب توصيات منظمة الصحة العالمية. صحيح. فإحنا إذا بدون موافقة العوائل على أن نلقح أطفالهم ما نقدر نلقح أطفالهم، وبالتالي راح إذا ما بعثوا لنا موافقتهم أو إذا رفضوا وراح تنزل مستويات التغطية إلى مستويات متدنية، وبالتالي يتخلي الفئة العمرية هاي معرضة للإصابة بالأوت بريكس ما يسمى بالإبيديميكس والأوت بريكس. نعم. اللي هي الأوبئة، يصير انفجار وبائي محدد. صحيح. في مكان معين أو في زمان. صحيح. معين. دكتور، عشان أكد أهمية التطعيم في الوقاية من الإصابة بأمراض، بس تذكر لنا مثال عن بعض الأمراض اللي كانت فعلا منتشرة وفتاكة ويا التطعيم ومع التطعيم قلت نسبة الوفيات فيها بشكل كبير. يعني أنا أقدر أذكر مثال قريب، يعني بالأمس القريب حدث. نعم. إحنا في موضوع الميزلز اللي هي الحصبة. الحصبة. احنا في 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 الدوله عملنا الحمله الوطنيه للقضاء على مرض الحصبه في 2015. نعم. قبل 2015 كانت المؤشرات مستويات حدوث المرض في دوله الامارات العربيه المتحده مستويات عاليه جدا. نعم. عاليه جدا، اعلى مستوى تقريبا في المنطقة، ولذلك قررت الجهات الصحية أن تنفذ الحملة. نعم. نفذنا الحملة 2015. بعد 2015 معدلات حصول المرض نزلت إلى مستويات منخفضة جدا، يعني ممكن. يكاد أن يكون البلد أصبح نظيف من هذا المرض. ممكن. ولذلك هذا مثال واضح جدا أنه التلقيح مهم وإلى دور كبير في خفض معدلات الإصابة. صحيح. ومعدلات هذه الإصابة قسم منها تكون إصابات شديدة قد تؤدي إلى الوفاة أيضا. بالضبط. فهي ليست فقط الإصابة، الإصابات والوفيات أيضا. صحيح. فهذا كان مثال ناجح جدا لما حدث بالآونة الأخيرة خلال السنتين الأخيرة. جميل. دكتور، بس نأخذ مداخلة من تامر. تامر، صباحك ورد. السلام عليكم. كل عام وأنتم بخير. وأنت بالصحة والسلامة يا تامر، تفضل. شكرا دكتور على هذه المعلومات الجيدة، وشكرا يا دكتور على هذا البرنامج. نعم، أتابع يعني على بشكل يومي ما شاء الله، لكن أول شكرا مرة لمتابعتك. شكرا. هلا مرحبا.
أنا مدرب رياضي من أستراليا سيدي الفاضل دكتور. طبعا أحب أن أتدخل معك في هذا الموضوع للنقاش لو نستطيع أن نناقش هذا الموضوع. أن طبعا أمين سيستم مثل ما سيادتك تعرف أن الإنسان يوم يصاب والأمين سيستم الطبيعي عنده يخرج المواد اللازمة لعمل الديفنس أو الديفنس سيستم. هذا أظني طبعا وأنت تعلم أكثر مني أنه يكون بقيا من المصل اللي يأتي من إنجكشن أو من يدخل في الجسم بأزمنة مختلفة نحن نحددها وليس الجهاز المناعي هو الذي يحددها. هذا واحد. اثنين, في بعض اللي هي المصل, هذا المصل بيكون فيه مواد ألومنيوم. هذه المواد الألومنيوم هذه إيش دورها في الجسم على الكبير وعلى الصغير؟ في ناس كثيرة تصاب بالفوتيستيك وأطفال كثيرة يحدث عندها أطفال توحد وتحدث عندها أعقاب بسبب هذا الكلام عالميا internationally and there is a research. في هناك يعني research بحوث يعني كل جسم يختلف طبيعته من طبيعة إنسان لآخر من طفل لآخر وعلى فكرة يعني تنقص من عملية ذكاء الطفل. يعني الطفل جاب واحد مش مطعم أخوي تامر, هاي كلها دراسات ما أثبتت صحتها 100%, يعني والدليل أن تطعيمات من منظمة الصحة العالمية. وأنا بترك الدكتور حامد أنه يتدخل في الموضوع عشان يعني نقدر يعني نتدارك الموضوع اللي طرحته. فدكتور حامد ممكن تتداخل مع الأخ تامر بخصوص الموضوع. أنا أريد أشير أولا إلى أن موضوع السيفتي يعني سلامة التطعيم هذا موضوع مفرغ منه, يعني ما في مجال للنقاش أبدا. يعني هذا الطعومات كلها المتوفرة الآن والتي تعطى من قبل الأجهزة الصحية في كل, ليس فقط في دولة الإمارات العربية, تعطى في كل دول العالم وبإشراف منظمة الصحة العالمية وتوصيتها, والتوصية مشددة وقوية. صحيح. موضوع الـ 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 الأمان لهذه اللقاحات هو موضوع مفرغ منه, موضوع منتهي, يعني هو أمين 100% بدون أي شك. وما يتعلق بالدريفيتيفز اللي الموجوده, الاشياء اللي تضاف الى اللقاح, هذه خضعت الى تجارب والى دراسات والى عمليه تمحيص وتقييم, وثبت انه لا يوجد اي اثر لها على الطفل اللي ياخذ اللقاح. ولذا وإذا ما قدرنا أن نعمل موازنة بين أهمية أن يأخذ الطفل اللقاح أو ما يأخذه بناء على ما يعتقد بعض الناس أنه في مخاطر, فإن المخاطر شديدة جدا فيما إذا ترك الطفل اللقاح, شديدة جدا وقد تؤدي إلى عواقب وخيمة. ولذلك هناك معتقدات مخطوئة وغير صحيحة ولم تدعمها البحوث ولم تدعمها الاتجاهات العلمية حتى هاي اللحظة, تقول بما قال المشاهد أو المستمع ما قال قبل شوية. نقول إنه هذه ليست صحيحة, البحوث كلها هذه اللي يتم التحدث عنها ليست صحيحة ولم تثبت, بل بالعكس تم إنتاج عدد كبير جدا من البحوث دحضت الفكرة السابقة واستطاعت أن تثبت أن اللقاح مهم جدا وضروري وله تأثيرات كبيرة على حفظ صحة الأطفال بالطبع. وسلامتهم وجعلهم آمنين. أكيد. ودكتور حمد, يعني احنا في الطب دائما نوازن الايجابيات والسلبيات لاي شيء. يعني لو ناس, انا دائما نقول نعطي مثال ابسط شيء, ادويه الخافضه للحراره او ادويه الالم تؤخذ حتى من غير وصفه طبيه من في الجمعيات والبقالات, لو يشوفون الناس الاعراض الجانبيه لها او تاثيرها على الجسم كان ممكن الناس ما تاخذها, ولكن من مئات الالوف من الناس اللي تاخذها ممكن واحد يطلع له عرض جانبي. ما في شيء ما له عرض جانبي ابدا, ولكن الفوائد مالته تفوق ان خطر انا ممكن 1% يطلع فيه مثلا عرض جانبي هذا. فدايما نوازن هالاثنين في الطب. دكتور حامد, ننتقل لموضوع اللي هو الخدمات اللي تقدمونها في الصحة المدرسية. ممكن كثير من الناس فكرتهم عن الصحة المدرسية فقط هي التطعيمات فقط, هذا دور الصحة المدرسية. فنعطيهم فكرة شو الخدمات اللي تقدمونها. الحقيقة الصحة المدرسية تقدم خدمات, يعني طيف كبير من الخدمات, نطاق واسع من الخدمات, ممكن نحددها بأربع محاور أساسية: الخدمات الثيرابيوتيك سيرفيسز, الخدمات العلاجية, والخدمات الوقائية, والخدمات التعزيزية, والخدمات التأهيلية. سو في أربع أنواع من الخدمات, كل واحد من دول أيضا تشمل عدد كبير جدا من الخدمات.
على سبيل المثال الخدمات العلاجية هي تشمل معالجة الأمراض اللي تحدث للطلبة أثناء وجودهم بالمدرسة، نعم. كأن يكون الإصابات الخفيفة من نزلات البرد، السعال، التهاب اللوزتين، نعم. التسمم الغذائي وإلى آخره، مه. الإسهال، المغص، يعني هذا عدد كبير جدا يوميا من أبنائنا في المدارس يعانون من هذه الظواهر، ولذلك تحرص الهيئة من خلال خدمات الصحة المدرسية على أن توفر هذه الخدمات لأبنائنا الطلبة خلال وجودهم في بيئة المدرسة. جميل. الخدمات الأخرى العلاجية المهمة التي تقدم هي الفيرست ايدز اللي هي الإسعافات الأولية، لأنه احنا عندنا مستويات متقدمة جدا من الحوادث والجروح تحدث يوميا في بيئة المدرسة، نعم. بسبب حركة الطلبة وبسبب يعني بعض الأحيان تكون حركة غير منضبطة أو غير مضبوطة فتنتج عنها بعض الحوادث البسيطة، ولذلك يتم تقديم الإسعافات الأولية يوميا لعدد كبير جدا من الطلبة. ولا أخفيكم سرا أنه في العام الماضي احنا قدمنا عدد كبير جدا من الإسعافات، بلغت حوالي 900 ألف حالة إسعاف أولي بالسنة الدراسية الماضية، نعم. لكل طلبة المدارس في المدارس الخاصة في دبي، يعني بحدود هذا الرقم اللي هو رقم كبير جدا بما يعدل بما يعدل أنه حوالي كل طالب من الطلاب في المدارس الخاصة في دبي قد تعرض 3 مرات على الأقل في السنة الدراسية إلى أن نحتاج إلى الإسعافات الأولية. فالإسعافات الأولية موجودة أيضا. الخدمات اللي تقدم أيضا هي خدمات الإمرجنسي، الخدمات الحالات الطارئة، نعم. بعض الأحيان تصير نوبات ربو، تصير نوبات سكري، تصير يعني حالات طارئة طبية كثيرة جدا قد تحتاج إلى تدخل سريع داخل المدرسة، أو بعض الأحيان حتى نقلها إلى أقرب مستشفى. فمن الخدمات العلاجية أيضا إذن هي الحالات الطارئة والإسعافات الأولية والحالات الطبية اليومية وغير من ذلك من سلسلة كثيرة من الثيرابيوتيك سيرفيس، الخدمات العلاجيه. فالخدمات الوقائيه احنا نقدم التلقيحات، نقدم الغذاء الصحي، ونقدم التثقيف الصحي، نقدم اشياء كثيره جدا للطلبه كخدمات علاجيه وقائيه. والتعزيزيه تتعلق بانماط الحياه، والتاهيليه اللي هي بعض الخدمات اللي تقدم لذوي الاحتياجات الخاصه اصحاب الهمم، نعم. عمليه تاهيلهم بالكلام، تاهيلهم بالحركه، تاهيلهم يعني في اذن طيف كبير جدا من الخدمات تقدمها خدمات الصحه المدرسيه داخل البيئه المدرسيه، نعم. في اماره دبي. جميل. دكتور حامد، قبل ما نطلع الهواء كنت تقول لي عن الصحه النفسيه لطلاب المدارس. ممكن لما تفتح المدارس الامهات بس تفكيرهم في الاكل الصحي ونحافظ على سلامته الجسديه في المدرسه، ولكن الصحه النفسيه لها عامل كبير جدا، ممكن تكلمنا عن الموضوع بالسريع. تمام. في برنامج كبير هو المنتل هيلث اللي هو الصحة النفسية، نعم. هذا هو جزء من استراتيجية دبي للصحة النفسية، هذا جزء منه مطبق في المدارس، نعم. والجزء يشمل الأعمار الأخرى، نعم. هذا الجزء يتضمن عملية تقييم اللي هي assessment أو survey أو عملية مسح أو screening ما يسمى، نشوف من الطلبة اللي هم عندهم مخاطر الإصابة أو عندهم الإصابة فعلا، نعم. أو بعد عملية السكرينينج هاي بتصير عملية الانترفينشن، التدخل، نعم. هذا التدخل قد يكون تدخل بسيط أو تدخل متوسط أو تدخل كبير، أو قد يحتاج الطفل إلى رعاية خارج المدرسة أو داخل المدرسة حسب نوع الحالات. فإذا في عندنا برنامج كبير وطموح تشترك به الأطباء في داخل المدارس والممرضات والمرشد النفسي الموجود داخل المدرسة والباحثة الاجتماعية الموجود داخل المدرسة. كل هذول المجموعة يعني يديرون برنامج اسمه برنامج الصحة النفسية للطلبة والدعم النفسي والاجتماعي للطلبة. ممتاز. دكتور حامد، ما شاء الله، طبعا الحديث عن المدارس حديث مطول وفي اكثر عن جانب، احنا غطينا اليوم احتمال بس يعني التحصينات والتطعيمات، وعرجنا على السريع على الصحه النفسيه، بس اكيد هناك مواضيع اخرى نستضيفك ان شاء الله في حلقات اخرى عشان نناقشها. ففي كلمه اخيره دكتور حامد حابه توجهها او نصيحه للامهات بمناسبه العوده للمدارس؟ النصيحه اللي احنا دائما احنا عندنا شيء اسمه البارتنرشيب اللي هي شراكه مع الاهالي، نعم. ومع الاباء، يعني نؤمن كثير في
في موضوع الشراكة. صحيح. العمل مع الآباء والأهالي واليدا بيد يؤدي إلى نتائج جيدة جدا. صحيح. ولذلك احنا يعني ندعو الآباء للتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وندعو إدارات المدارس للتعاون مع هيئة الصحة في دبي، وندعو كل الجهات. نعم. كشركاء حقيقيين لنا للوصول بصحة طلبتنا وأبنائنا الأعزاء إلى أفضل مستوى، اللي بالتالي راح ينعكس على أدائهم الأكاديمي وعلى تفوقهم داخل المدرسة. بالضبط. أنا شاكرة لك وجودك معنا اليوم الدكتور حامد يحيى حسين، أخصائي أول معاون مدير صحة المدارس والمؤسسات التعليمية في الصحة بدبي. شاكرة لك وجودك معنا اليوم، كان حوار جدا شيق، وإن شاء الله يكون استفادوا من الأمهات والأبهات أيضا. يعطيكم العافية. الله يعافيك. السلام دكتور. عليكم. احنا وصلنا تقريبا لنهاية برنامجنا. طبعا اليوم اخر يوم، راح نشوفكم ان شاء الله مرة اخرى يوم الاحد. بس رسالة ايجابية سريعة في نهاية اليوم للناس بتكون ان شاء الله على الدوام غدا، يعطيكم الف عافية. انتوا جنودنا للدامون وتخدمون هذا الوطن، فتحية لكم وتحية للناس بيكونون مأجزين. دائما نصيحتنا في فئة الصحة، استفيدوا من الإجازة عشان ترجعون للدوام بإيجابية، لا نقضيها نوم وعدم تخطيط. عدم التخطيط أسوأ شيء ممكن تسويه لما يكون عندك إجازة، لأنه راح ترجع من الإجازة أنت تعبان وملان وما جددت طاقتك. دائما خططوا للإجازة، حتى مثلا ممكن تكون سياحة داخلية، طلع مع الأهل، لكن لما يكون موضوع مخطط تستفيد من وقتك وترجع بإيجابية أكثر. فأنا أشكر الحين ناصر السليمي على وجودك معايا اليوم، وأم خليفة ميرا الخفلي على وجودها معايا اليوم في التنسيق، وأشكركم مستمعينا على تواصلكم معنا سواء كان عن طريق الهاتف أو عن طريق الرسائل النصية أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. هذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، إلى أن ألقاكم إن شاء الله يوم الأحد اللي يحبه كل أحد. أقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.